بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ماذا لو. في البداية سوف نتناول بالدرس والتحليل والمناقشة موضوع محرج، لا يمكن أن أقول اسم العنوان، ولكن تابعوا معي فقط، تابعوا لتفهموا الموضوع من خلال الفيديو كله. سوف تخرجون بفكرة أساسية عن هذا الموضوع وتستنتجون عنوان هذه الحلقة. تابعوا معي. وقبل أن نشرع في طرح هذا الموضوع، لا تنسونا من الإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة طبعا على الجميع. شكرا لكم. في موضوعنا هذا سوف نناقش نوعا من العلاقات الاجتماعية الخاصة التي خرجت عن نطاق الفطرة والطبيعة واتجهت إلى منحدر لا ندري مدى. أظن أنكم قد عرفتم القصد من هذا الحديث ومن هذه المقدمة، فأنا أريد أن أتحدث عن أناس لديهم علم خاص ولديهم قوانين أخرى ولديهم نوع من الزواج ولديهم علاقات متشابهة X مع X و Y مع Y. أظن أنكم قد فهمتموني، فهمتم الموضوع. إذن فما علاقة هؤلاء الناس بآخر الزمان وبأيامنا هذه التي نعيش فيها؟ فطبعا هؤلاء الناس يدعون أنهم أحرار في علاقاتهم وفي ارتباطاتهم وفي أفكارهم، لدرجة أنهم قد ابتكروا علما كان هو رمزا للود والسلام والخصب أو الخصوبة، اتخذوا منه هم علما لهم، بينما هذا رمز إلهي من السماء، هو هذا الرمز يرسم في السماء، فلماذا ألوتهم بهذه الأفكار؟ الله أعلم. إذن قالوا أن هذا حق من حقوق الإنسان، هل توافقون أنتم الرأي؟ والله يا أخي لا أدري، سوف أتكلم ببعض الدارجة المغربية حتى أجيد التعبير يعني. فبالنسبة لهذا الناس اللي قال لكم أبغوا يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فهذا أمر مخل بالحياة، مخل بالفطرة، مخل بالقوانين الإلهية، مخل بالقوانين الإلهية. لا يمكنك يعني أن ترجل وأن تتزوج رجلا مثلك، هذا أمر يعني حتى أرى الله زمرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يتخيل راسك دابا نتايا وفهداك دخلتي في علاقة بحال هكذا، كيفاش شنو الإحساس ديالك؟ كيفاش تحس نتايا لداخل؟ والناس راه العلاقة بالفطرة هي الطبيعية اللي خالقة فيها الله، ويالله شوف تشوف واش كي يقدروا عليه ولا ما تيقدروش عليه. هادو ما فهمت، ما تعرفش شنو، ما تفهمش شنو خروجهم، شنو باغيين يديروا. زمان كنت فرشت واحد الروبورتاج كان داز في واحد القناة غربية، قناة أوروبية، وأيضا هذا الكوبل هذا كان في دولة أوروبية، لا أريد أن أذكر الأسماء، لا أريد أن أذكر أسماء لا القنوات ولا الدول ولا كذا. إذن كان في دولة أوروبية وتزوج بعضهم البعض، فأخذ هذا لقب الأم وأخذ الثاني لقب الأب، ويعني لا يعني كيف فعلوا، ولكن المهم هذا الشيء اللي طلع. فمع مرور الأيام قالوا نريد أن نصبح في عائلة طبيعية، نريد أن نصبح في عائلة طبيعية، يعني اشتهوا الأطفال، هذا أراد أطفال وهذا أو هذه والله أعلم شنو هو أراد أطفال. فقالوا فماذا نفعل، ماذا نفعل؟ فالشخص الذي هو يلعب دور الأب أو دور الرجل في الله أعلم شنو هو
راه ما بقاش اب وما بقاش رجل، ولكن الذي يلعب دور الذكر قام واقام علاقة غير شرعية بالنسبة لهما، علاقة غير شرعية مع انثى، انثى طبيعية. لماذا؟ قصد ان تنجب له ابنا، فاخذ ذلك الابن ونسبه الى الى زوجته الذكر التي معه في البيت. فإن فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو كانوا في علاقات غير طبيعية، شوية نقزوا مشاو داروا علاقة غير شرعية، داروا علاقة غير شرعية برا باش يجيب الطفل، جاب طفل من علاقة غير شرعية ما عندوش شيء، هما تماك ما كيعترفوش، ما عندهمش الكاغط، ما عندوش ورق، ما عندوش كذا، فجابوا هذاك الطفل. يكفي أنهم هما فرحوا، يعني هذا غادي يولي امك وهذا غادي يولي باك، صافي شدوا الطفل كيربيو فيه. الطفل بدا شويه كيكبر، وقعوا في معضله اخرى، هذه المعضله ديالت انه داك الطفل ما عندوش اوراقو اصلا، هذيك الدوله ما معترفاش به، يعني منين جا الا قلتي حتى هذا ولا هذه ولا شنو هذاك هذاك الشيء اللي معاك، تقيماني علاقه كما قلت زوجيه، فانتم لا تنجبان. اذا هذا الطفل منين جا وكذا وهذه وجبناه وكذا وفعلنا وتركنا، اذا شنو هذا الشيء؟ فيعني فوقع في معضلة خبيثة جدا، معضلة لا حل لها. يعني في هذا الوطأ كنت قد شاهدته منذ سنوات عدة على إحدى القنوات الأوروبية. إذا فأحببت أن أشارك معكم هذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة. فهؤلاء الناس يعني، فإذا ذكرت الاسم أوقعتنا المنصة الحمراء، أو أغلقت القناة وقالت أنت لست متقدما، أنت لست متقدمة، أنت رجعية، أنت متخلفة، أنت كذا. أي يا سيدي، واخا احنا متخلفين بارك الله فيك، احنا ما ذاكرينوش، احنا تنهضرو وذكرنا بالسمن والعسل حجار متشدم، احنا ما عندنا ما نديرو بهم. هادشي راه هادشي عادي، بلاتي تشوف الأدهى والأمر، الأدهى والأمر تابعوه معي في الفيديو القادم. الأدهى والأمر اللي جاينا جاي البشرية كلها، تابعوه معنا على الفيديو الموالي لهذا الفيديو. إلى اللقاء.